احتفلت أبرار سبت بإعلان خطوبتها من خلال فوتوشوت مميز فقط ومن دون إقامة أي حفل، وذلك التزاماً بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. ترندينج حصل على هالمشاهد الحصرية من كواليس التصوير اللي صار بالبحرين، وفينا نقول إنه هالفوتوشوت كان ماجيكال بكل تفاصيله، ابتداءً من الستاب وصولاً لإطلالة العرسان وحركاتهم اللي كلها حب. واختاروا أحد أفخم الفنادق الموجودة تحديداً على البحر لتكون الأجواء رومانسية أكتر، وتم تصوير عدة لقطات وصور outdoors، وشفنا أبرار فيها بفستان بيبي بلو بسيط، وخطيبها اعتمد outfit صيفي كامل من اللون الأبيض. أما الاندور سين فكانت كأنها لقطة من الحفلات الملوكية بهالدانس موف. وخلالها لبست فستان بلون فاتح بميزه البرنسس كات مع الشك بالمنطقة العليا. أما العريس فطل بلوك رسمي وكاجوال من اللون الأبيض كمان. وأكيد هالفيديو أخذ وقت للتحضير فغير التدريبات على الرأس. أبرار بهاليوم اهتم فيها غلام تيم خاص فيها، والميك اب كان كتير حلو بليق بالثيم. وبهالوقت العريس كان بغرفته عم يهتم بهز لوكس. وعلى الرغم من انه هوية العريس بعدها مجهولة، ولكن ترندينج بيكشف انه لاعب كرة قدم بحريني اتعرفت عليه أبرار برمضان الماضي خلال حفل خيري.